طبعا احنا بقالنا فتره بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني لازم هيكون فيه وسيله لنقل هذا الخطاب للناس، وما فيش شك ان الاعلام بيلعب دور مهم جدا في هذا الامر. الاعلام الديني، قناه الناس الحقيقه قدمت تغطيه خاصه لاداء مناسك الحج ويوم عرفه في الاراضي المقدسه، وكمان قدرت تقدم مشاهد خاصه لتصعيد ضيوف الرحمن الى مشعر عرفات، واللي الحقيقة لقى إشادة واسعة من المواطنين بتغطية مناسك الحج. ده غير حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الإعلام الديني في كل الأوقات. فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن تغطية مناسك الحج. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور يوسف عامر، رئيس قناة الناس ورئيس لجنة الشيوخ في مجلس النواب. صباح الخير على حضرتك. يا صباح الخير، ازي حضراتكم؟ وكل عام وحضراتكم بخير يا رب دايما. اهلا بك يا فندم. حضرتك طيب؟ كله وكل الدنيا بخير ورخاء وسلام وأمن واستقرار إن شاء الله. آمين يا رب. يعني شفنا تغطية السنة دي لأداء مناسك الحج كانت مميزة جدا جدا، عايزين نعرف إزاي تم التنسيق لده، وهل ده ناتج عن يعني الاهتمام اللي بتعنيه طبعا الشركة المتحدة بالإعلام الديني، وإزاي يعني حابين نعرف زي ما كان شاذلي بيقول إنه إحنا دايما بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، فإزاي ده حصل السنة دي؟ تفضل. حضرتك طبعا الكل يعلم جيدا ان الاعلام له دور كبير جدا في تثقيف الناس ثقافه صحيحه، ثقافه رصينه، له دور في الحفاظ على الهويه وابرازها، ودور كبير في نشر الوعي الصحيح، دور كبير في محاربه الفساد بكل صوره واشكاله، دور في توفير رصيد سيكون هذا الرصيد فيما بعد تراثا لأجيالنا وأبنائنا اللي هيجوا بعد كده. الإعلام بيواجه دايما التيارات الهدامة اللي هي بتريد دائما محو الهوية أو طمس الهوية. بتعمل هذه التيارات الهدامة على خلخلة مقومات وأسس الأوطان. لذلك الشركة المتحدة للإعلام الحقيقة قامت بدور مهم جدا، أو اطلعت بهذه الأدوار اللي المفروض يقوم بها الإعلام من خلال وسائلها الإعلامية، سواء الإعلام المرئي أو المقروء وغيرها، كذلك من خلال إنتاجها الفني والديني. قامت بي ومنها طبعا قناة الناس، قامت بهذه الأدوار اللي هي التثقيفية الدينية والتوعية الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وكذلك نشر الوعي الصحيح وحربة الفساد، مهم جدا الحفاظ على الهوية المصرية. الهوية المصرية لها عناصر كتير جدا بتشكلها، منها الهوية الدينية. لذلك الشركة معنية بهذا الأمر من خلال وسائلها الإعلامية المختلفة، وكذلك من خلال ما تنتجه من إنتاج فني يعزز صحيح الانتماء الوطني وينشر الوعي الديني الصحيح. واحنا فعلا دكتور كنا محتاجين بالفعل وجود قناة الناس الخطاب الديني.